بصحة وسلامة. قبل ما انسى انزلوا تحت هتلاقوا كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا في الديسكريبشن تحت. الناس اللي بتشتكي ان النوتيفيكيشن او الاشعارات ما بتجيلهاش ممكن تلغوا اشتراككم وترجعوا تاني، او تتأكدوا ان النوتيفيكيشن بتاع الجرس شغال. بعيد وبكرر ان انا راوي فقط، لست بمعالج ولا راقي ولا اي شيء، وان القصة اللي انا برويها دي عن طريق الرواية فقط، ماليش علاقة باصحابها جميعا. سلسلة رحلة الى ارض الجن موجودة في قايمة فوق، هي ويوميات في عالم الجن. اللي يحب يطلع عليها كاملة ويفهم قصتها من البداية يطلع فوق يشوفها. انا احمد صاحب رحلات ويوميات في عالم الجن. كان يوم الخميس بعد الظهر، وده اليوم ده بستناه عشان صابح اجازة بعد كده. رجعت البيت وكان فيه البنت اللي بتساعدني في تنظيف البيت، كانت بتشتغل بكل همة ونشاط وقديمة معايا، وبدأت تخلص شغل البيت ونقص عليها شوية حاجات. قلت لها خلاص انا هنزل هجيبها من السوبر ماركت وارجع لك تاني. قالت لي طيب. فعلا اتمشيت للسوبر ماركت، اشتريت الحاجة، عديت جبت قهوة ورجعت البيت، حطيت الحاجة في المطبخ اللي على دخلة الباب، وبصيت للصالة، الصالة البنت مش فيها. ندهت عليها اكتر من مرة ما ردتش. اتصلت بيها، قلت لها انت فين؟ قالت لي انا مشيت. قلت لها مشيت ايه، انت خلصتي؟ قالت لي لا ما خلصتش. قلت لها امال ايه اللي مشاكي؟ قالت لي قريبتك جت وقالت لي خلاص لغاية كده امشي. قلت لها قريبتي انا؟ قالت لي اه قريبتك انت، في حاجة؟ قلت لها لا مفيش حاجة. خلاص اوكي، قفلت التليفون. قعدت الف في البيت وانا عمال اقرأ قرآن، بفتح الاوضة الاولى والاوضة التانية والحمامات، مفيش اي حاجة. دخلت على الليفنج اللي كان ضلمه كله، مفيش حاجة. قلت ممكن تكون هي بعتت حد، بس دي مش عادتها لانها طلبت مني الموضوع، وانا قلت لها لا انا مش عايز اي حاجة غير طبيعية، انا بحب اتصرف في حياتي كانسان طبيعي. دخلت المطبخ عملت قهوة والساندويتش ورجعت الليفنج. داخل اوضة الليفنج لقيت حد قاعد على الكرسي اللي تحت الشباك. الكرسي ده ما بيبصش على تلفزيون ولا اي حاجة، الكرسي ده انا سايبه ليها وهي بس، كرسي خشب كبير. اللي بيقعد عليه بيشوفني وانا قاعد على الكنبة اللي في الوش، وكانت بتحب تقعد عليه لان الاوضة كلها على الاباجورات، والاباجور اللي كانت جنب الكرسي مطفية، وكان تكوين واحدة ست. وقفت على الباب مستغرب مين اللي جوه. قامت وطلعت، شفت واحدة شعرها بلون سبايك الذهب وبيضة بياض الحليب، وكانت جميلة جدا ولابسة فستان وردي صيفي قصير قوي، وبتضحك وتقولي ازيك، وقربت مني. جيت ارجع لورا، رجلي ما اتحركتش، حاولت ان انا الف ما اتحركتش. جات لغايه عندي قالت لي ازيك انت عامل ايه، فسكت. في ايدي فنجان القهوه، حطت صابعها في الفنجان وقعدت تقلب. تقول لي انت احمد اللي معاها صح، ولفت من ورايا وبصت لفوق وهي ماشيه بتقول لي انت عايش هنا؟ كانتش تقدر تعيشك في مكان احسن من ده، ولا انت مش عايز؟ انا مش قادر اتحرك. رجعت على الكرسي تاني وابتسمت قالت لي اقعد. في اللحظه اللي قالت فيها اقعد انا قعدت، قدرت اتحرك وارجع لورا. بصيت ليها وعرفت انها منهم. قلت لها انت مين وعايزه ايه؟ قالت لي انت تعرفني. قلت لها انا اعرفك؟ قالت لي ايوه انت تعرفني وشفتني كمان.
قعدت ابص لها، انا مش فاكر ان انا شفتها فعلا، الواحده بالمنظر ده اكيد هفتكرها. فسكت، قامت وبصت لي وقربت مني وجت قدامي حطت وشها في وشي. انا وحش. لما سمعت الاسم ده افتكرت ان انا اعرفها، بس انا مكنتش شايفها، انا كنت شايف خيالها من تحت القناع بس. ورجعت لورا قالت لي افتكرت. هنا جت اسئله كتير في دماغي، طلعت ازاي وجايه تعملي ايه هنا وعايزه ايه؟ لفت لي وبصت قالت دي علمتك كتير قوي، انا مش عارفه اخش لك. فسكت، جت قعدت، قلت لها انت ايه اللي مطلعك او طلعت ازاي وعايزه ايه مني؟ قالت لي كل دي اسئله. فسكت، وكنت بحاول انها لما تيجي جنبي ان انا ابعد عنها، مش عايزه اكون قريب منها. قالت لي مجلس الحكماء اللي في الجن اقتنعوا ان انا خدت جزائي اللي كان قاسي جدا، وقرروا ان انا كفايه عليا لغايه كده واطلع. طب وعايزه ايه؟ ابدا، انا حبيت اشوف الوسيط اللي بينه وبينها، وما تنساش ان احنا بنات عمومه كده. طيب عايزه حاجه تاني؟ قالت لي لا، هاجي لك مره تانية. كل ده انا كنت باخد ريقي بالعافيه، مش عارف هي عايزه ايه، بس عاده ما برتاحش للنوعيه دي لما بتيجي. ومشيت. بعد ما مشيت بنص ساعه انا قدرت الم نفسي واعصابي. في نفس الوقت ده كانت هي داخله بتبتسم وتضحك، وفي نفس الوقت بصتها على الاوضه، وعرفت انها عرفت ان في حد هنا. قبل ما تتكلم قلت لها انت ما قلتليش ان وحش طلعت. قالت لي وحش ما طلعتش. قلت لها لا وحش طلعت. قالت لي ازاي؟ قلت لها وحش طلعت وكانت عندي هنا. احكي لي. حكيت لها كل حاجه حصلت. قالت لي طيب تعالى، وفعلا لفت وخدتني. لقيت نفسي في نفس السجن القديم. البس القناع، طلعته من جيبي ولبسته. خدتني ومشيت بيا، قالت لي شايف خيال حد قاعد جوه ورا باب، بس معرفش مين ده ولا ايه ده. هزيت دماغي. خدتني ورجعنا الشقه تاني. قلت لها اللي جات لي قالت كذا وكذا وكذا. قالت لي طب اوصفها لي. قلت لها شكلها كذا، شعرها لون الذهب، عينيها فيروز زي عينيكي، بيضة قوي 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 قوي. سكتت وبصت تحت وقالت ده وصف وحش. ازاي انت وصفتها من غير ما تشوفها؟ قلت لها لان كانت هنا وكانت موجوده هنا. قالت لي طيب اوكي خلينا اشوف وهرجع لك تاني، وراحت عني. بقيت قاعد مش عارف ايه اللي بيحصل، كان شيء غريب. وكانت الساعه داخل على الساعه 9 بالليل تقريبا، كان شيء غريب جدا، كنتش عارف له تفسير ولا عارف افهم ايه هو. طلعت البلكونه قعدت اشرب سيجاره في البلكونه وافكر هعمل ايه. سمعت صوت ورايا، لفيت لقيت وحش واقفه وبتبتسم. فبقول لها انت ما طلعتيش، انت مين؟ قالت لي صدقني انا وحش. قلت لها مش صح، انا نزلت معاها وشفتك في السجن. قالت لي اللي في السجن دي مش انا. فسكت، قلت لها يعني ايه؟ قالت لي سندس كبرت وفقدت قدرتها خلاص، وهي اللي هتكون في السجن قريب، بس هي ما حبتش انها تبان ضعيفه قدامك فخدتك للسجن في حد تاني، مش هو ده السجن اللي انا كنت فيه. قلت لها لا هو. قالت لي انا قصدي مش هو ده المكان اللي جوه اللي انا فيه، لو كانت خدتك شمال شويه كنت هتشوف مكان انا فاضي. بصت لها كده وسكت، كلامها مقنع. قلت لها طب انت عايزه ايه؟ قالت لي انا عايزه انتقم منها، ضيعت سنين وسنين وعقود من عمري. قلت لها طيب انتقمي منها هي، انا مالي؟ قالت لي لا، الانتقام يجي في حاجه عزيزه، في شخص عزيز، عشان التاني يفضل شايفه بيتألم طول عمره. قلت لها انا مش عزيزه عليها.
يعني انا انسان عادي وعادي ممكن بكره تبدلني بواحد تاني. كنت بحاول باي طريقه ابعد فكره السيطره او ابعد فكره الاذيه من دماغها، بس كانت عنيده، كانت حلوه، قربت مني جامد وقالت لي لا منك انت. في اللحظه اللي قالت منك انت زقتني بايدها، بس ايدها ما لمستش صدري، بس انا اتحركت زقه لورا، وقعت على الارض وقمت ما لقيتهاش. دورت في الشقه كلها مفيش. قلت الموضوع فيه حاجه مش مظبوطه. طلعت البلكونه قعدت حوالي ساعه تاني، كان الوقت تقريبا 12 بالليل، مش عارف في ايه. قلت خلاص انا هنام بكره الصبح اشوف ايه الموضوع ده. دخلت عشان انام ونمت ورحت في النوم، بس قلقت في نص الليل تقريبا على صوت حاجه بتتحرك في السرير او شيء بيتحرك في السرير. قمت مديت ايدي الشمال نورت الاباجور اللي جنبي ولفيت على الناحية اليمين بشوف ايه اللي على السرير او الصوت ده. شفت حاجة غريبة جدا، شفت واحدة نايمة جنبي، واحدة في السرير عندي، وكانت لبسها قميص نوم ونايمة على ناحية اليمين وشها الناحية التانية وشعرها الاحمر باين. اتخضيت قلت دي اكيد منهم. قمت بسرعة، لما قمت خبطت في الشماعة اللي ورايا لفت وشها وهي صاحية من النوم. انا واقف قلبي بيرجف، لقيتها بتقولي مالك في ايه؟ قلت لها انت مين؟ قالت لي نعم. قلت لها انت مين وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ لقيت البنت او الشيء ده بيبصلي باستغراب، تقول لي انت اتجننت ولا ايه؟ قلت لها انت مين؟ عايز اعرف انت مين؟ بصت لي كده قالت لي انا روان. قلت لها اي روان؟ ايه اللي جابك هنا؟ ودخلت هنا ازاي؟ لقيتها قعدت بتقول لي انت شارب ولا مجنون ولا فيك ايه؟ انت مالك بالظبط؟ في اللحظه دي اصعب شيء ما تخيلتوش وما توقعتوش حصل. هي نايمه بتتكلم او قاعده على السرير بتتكلم وانا قدامها سندس وراها بتبصلي بعينين ثابتة، عينين ما بتتكلمش، عينين ميتة، وانا ببصلها مش عارف في ايه. بالظبط قعدت 30 ثانية بصت لي كده وبصت على البنت دي ورجعت بصت لي، ابتسمت ورجعت لورا. قلت لها قومي قومي امشي. لقيت البنت صارت عليا ونزلت شتيمة وقامت لبست هدومها وقعدت تدور على حاجة في شنطتها، ما عرفش بتدور على ايه. لقيتها بتبص تقول دي مفتاح عربيتي. ده مفتاح عربيتك؟ قالت لي اه. قلت لها وانا هعمل ايه بمفتاح عربيتك؟ قالت انت اللي كنت سايق والمفتاح معاك. انا كمان كنت سايق. قعدت ابص يمين وشمال مفيش مفاتيح. مسكت البنطلون اللي كان والجاكيت اللي كانوا على على الشماعه، لقيت فيه ميداليه في جيب الجاكيت، طلعتها. مش مفتاحي ده، عملت لها كده خطفته ورزعت باب الاوضه وبعده اترزع باب الشقه. ما كنتش عارف في ايه، ما كنتش عارف انا في حلم ولا في علم. فحطيت ايدي على ايده وقعدت ادوس، انا صاحي ده صح، انا مش نايم، في حاجة مش سليمة. فتحت باب الاوضة وطلعت، اتفاجأت الصالة مقلوبة زي ما يكون كنت في حفلة. طلعت بصيت يمين وشمال مفيش حاجة، ببص في الساعة، الساعة 3. انا نمت 3 ساعات بس في حاجة لفتت انتباهي في الساعة، ان اليوم مش الجمعة، النهاردة مكتوب الحد. راح فين يوم السبت والجمعة مني؟ بصيت كده قلت انا هدخل اخد دش
دخلت خدت دش وطلعت، كان اذان الفجر بيأذن. صليت وعملت قهوة، ما مديتش ايدي في الشقة وقعدت افكر، طب ايه اللي حصل؟ دي مين؟ طب سندس ايه اللي جابها؟ طب جات ازاي دلوقتي؟ كنتش عارف اي حاجة. صبح علي الصبح وانا قاعد في البلكونة، لبست ونزلت على الشغل. الساعة 10 كلمت البنت قلت لها لو سمحت تروح البيت فيه كذا كذا كذا، عايزك تنظفيه. قالت لي حاضر. كان يوم سيء جدا، حاولت ان انا اتواصل معاها اكتر من مرة ما جاتش ولا اي حاجة. رجعت البيت متضايق جدا، كان الوقت على العصر. فضلت قاعد اخلص شوية شغل وانده عليها ما بتردش. شوية وسمعت صوت خطوات كعب عالي، وقفت متوقع سندس تخش. دخلت وحش بتبصلي وبتضحك. قلت لها انت اللي عملت كده صح؟ قالت لي لا انا ما عملتش حاجة. انا قلت لها ايوه انت. قالت لي لا انا كل اللي عملته انك فكيت الربط ما بينك وبينها. شفت الحياة حلوة ازاي؟ قلت لها انا مش كده وما بعملش كده في الايام العادية اصلا، انت عملتي حاجة. فضحكت قالت لي انا ما عملتش حاجة وجاي عليا. في اللحظة دي بدأت اقرأ القرآن تاني، وقفت وبصت لي بعينيها اللي اتقلبت شرار. انا مش هسيبك ولا هسيبها، ومشيت. قعدت مش عارف في ايه. اتصل بيا صديق في اللحظة ديت، بصيت في التليفون وما كانش ليا مزاج ان انا اكلمه. مسكت التليفون ارد عليه وبتكلم معاه وبنطمن على بعض، وبلف لقيت سندس في وشي. قلت له طبعا هكلمك بعدين. قفلت التليفون لقيتها في وشي قاعدة في الأوضة جوه عند الكرسي بتاعها. فبصت لها كده وسكت، وبدأت لغة العيون بيني وبينها، فيها لوم واعتاب مني وفيها لوم واعتاب منها، فيها تشكيك وفيها غدر وفيها حاجات كتير. قلت لها على فكرة أنا مش كده. راحت قايمة واقفة، قالت لي أنا عارفة إنك مش كده، وديتني ظهرها ومسكت الكرسي بإيدها اليمين. قلت لها أنا مش فاهم في إيه، وحش كانت عندي هنا من شوية. فهزت دماغها. قلت لها هو في إيه؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ قالت لي أنا هاخدك تشوف حاجة. جت جنبي وخدتني ونزلنا تحت. نزلنا على نفس السجن. قلت لها انا مش معايا القناع. قالت لي انت مش محتاج القناع. قلت لها يعني ايه؟ شاورت لي على الباب ببص مفيش حاجة. قالت لي وحش هربت. قلت لها هربت؟ هنا جا في بالي كل الكلام اللي قالته لي. كنا ساعتها رجعنا البيت عندي وكانت هي واقفة قدامي بتتكلم. قلت لها هربت من امتى وهربت ازاي؟ رجعت لورا بصت في الشباك وايدها على الكرسي. قلت لها يعني هي اللي كانت بتجيلي هنا صح؟ قالت لي لا مش هي. قلت لها ازاي؟ قالت لي اللي انت كنت بتشوفها دي شذر. قلت لها ايه؟ قالت لي شذر اخت وحش، وكانت بتتجسد بهيئه وحش وتجيلك. قلت لها طب لما بتجيلي ليه؟ وعرفوا ازاي مكان السجن؟ انت قلتيلي مكان السجن ده محدش يعرفه. فضحكت قالت لي عرفته منك. قلت لها مين انا؟ قالت لي ايوه منك. قلت لها ازاي مني؟ قالت لي لما جات لك وصفتها ليا انا خدتك ونزلت وهي كانت وراك. هنا استغربت من الحركات او الاستدراج اللي بيحصل ده. قلت لها كملي. قالت له لما رمت عليك التعويذة اللي رمتها لما حطت ايدها على صدرك دي غيبتك، وهي اللي عرفتك او فقدتك عقلك عشان تتعرف على البنت دي. على فكرة البنت دي مضيفة جوية. سكت. ولما دخلت ودخلت عندك البنت هي اللي ندهت عليا وقال وانا جاي لك مخصوص عشان فاكراها موجودة عندك. اتفاجئت باللي انا شفته ده.
كنت حاسس بغضب شديد في صوتها، وخصوصا ايد الكرسي اللي انكسرت تحتيها، او بمعنى اصح اللي اتفتتت، الخشب اتفتت تحتيها لدرجة ان العامل بقى عامل زي النشارة بتاعت الخشب. كل ده انا بسمع وانا ساكت. قلت لها يعني كل دوت؟ قالت لي ايوه. وبعد كده استعانت بسحرة من سحرة الجن، وراحوا قتلوا الحرس الاساسيين اللي على السجن وطلعوا وحش، ووحش قتلت كبير السحرة. سكت، لفت، قالت لي عرفت ليه؟ انا بقول لك انا دايما معاك. قلت لها عرفت. هتعملي ايه؟ قالت لي هننزل. قلت لها هنزل معاك؟ قالت لي اه، انت مش في امان هنا لغايه ما نمسكها او لغايه ما اجيبها. هزيت في دماغي وجت وخدتني ونزلنا. نزلنا تحت، كنا واقفين في ساحة ترابية كبيرة جدا زي صحراء كبيرة جدا، بس في شجر بعيد على الاخر. ببص ليها لقيت شكلها غريب جدا، لابسة حاجة سودة زي الجلد، بس مش جلد اسود عادي، لا ده اللي بيلمع، اللي هو تحس انك لو حطيت فيه نور هيرد النور في عينك تاني. وفي ايدها صولجان طويل طوله حوالي 2 متر، اول مرة اشوفه معاها او اول مرة اشوفه اصلا. وشعرها مفروض كله ومحطوط فيه زي مشط الماس هنا. بصت لها كده، قلت لها هنروح فين؟ قالت لها هتشوف دلوقتي. ركبنا رعد ورهيب. مركبنا رعد ورهيب، ما كانش معانا حد نهائي، انا وهي بس. وجريت بينا لغاية اول الشجر. وصلنا لغاية اول الشجر ووقفت ونزلت تحت وقعدت تنده بلكنة او صوت غريب جدا. شفت الشجر من قدام زي ما يكون بيتوسع، حاجة بتعدي في وسطه. وطلعوا نمرين، نمور اتنين لونهم اسود سواد الليل، كل واحد فيهم بحجم رعد ورهيب. انا كنت على الحصان، الاتنين جم جري عليها ووقفوا. بصت لهم كده وبصت لها فضحكت، قالت لنزل. فنزلت وفضلت واقف في مكان. قالت لا تعالى. قلت لها هاجي فين؟ قالت لي تعالى. مشيت لقيت النمرين واقفين في حجم رعد ورهيب. بصيت لهم كده، جمجمة ضخمة جدا، نقطة بيضة هنا مش على الدماغ، هنا انياب صفرة نازلة لتحت، جسم طويل من غير شعر، مفيش ديل، سيقان طويلة، في زي نقط بني على السواد بلون الفحم. اديلهم امر. قلت لهم انا هديهم امر؟ قالت لي ايوه. فقلت لها اقول لهم ايه؟ قالت لي قول اللي في بالك، هما هيجولك هيعرفوا انت عايز ايه. فوقفت كده قلت له تعالى. فراح جاي واحد منهم عندي، قلت له انزل. فراح نازل. فضحكت، قالت لي انت بتنده على كلب؟ قلت لها طب انا هنده اقول له ايه؟ ما انا ما اعرفش اقول له ايه. قالت لي ما تخافش منهم. قلت لها مين دول؟ قالت لي دول الحرس. قلت لها حرسك؟ فبصت لي كده وسكتت. وجت قالت لهم حاجة. خلال ثواني الاتنين لفوا وجريوا من ناحية الشجر. انا واقف جنبها لوحدنا ودول بيجروا من ناحية الشجر، وشايفهم من الشجر بيتوسع يعني بيعدوا في وسطهم. فبوصلها كده بقول لها هم هيروحوا فين؟ لفت انتباهي حاجة ورا. ببص لقيت في حرس بخيول سودة واقفين والاقنعة بتاعتهم. فلفيت قلت ايه ده؟ ما دول جم امتى؟ فبصيت كده قالت دول معايا من الاول، ما مشيوش. قلت لها ما مشيوش؟ قالت لي لا. اقل من دقيقه وسمعنا صوت صريخ جوه. في اللحظه اللي سمعنا فيها صوت صريخ، الحرس اللي معاها دخلوا على جوه، اتبقى معانا سته سبعه ورا. لقيتها بتقول لي ارجع ورا والبس القناع. حطيت ايدي في جيبي عشان اجيبه، ما لقيتوش. فبقولها مش معايا. فبصت له وبصت لواحد ورا ورجعت تاني، لقيت واحد بيمدلي او حاجه بيمدلي قناع، لبسته وقعدت على الحصان فوق.
شايف من الفتحات اللي عليها شبك زي الحيوانين دول جايين وفي حاجة في بق كل واحد فيهم والحرس حواليهم وهاجت الدنيا هيجان غريب جدا شفتها وهي داخلة في وسط الزيطة والمعمعة دي مشفتش عملت ايه بس بعد شوية سمعت صوت الهوا والهدوء التام وشايف حد جاي عليا بيمد ايده بيخلع القناع لقيتها هي فببص حواليا بقول لهم فين قالت لي هم مين تلا وحش وشذر هم فين انت مش بتقولي هم موجودين هنا قالت لي اه كانوا هنا تلا راحوا فين قالت لي خلاص تلا تسجنيهم برضو تاني قالت لي لا دول ماتوا تلا ماتوا قالت لي ايوه ماتوا فسكت وبصت لها كده مش عارف اقول ايه قالت لي ترجع قلت لها يا ريت فعلا رجعت البيت بصت لي كده وقالت لي هجي لك تاني قلت لها اوكي ومشيت قعدت الليله دي افكر كتير قوي ايه الظلم والقسوه ديت ليه يحصل كل ده ايه اسباب اللي بيحصل ده كله لغايه الصبح بفكر ما رحتش الشغل نمت صحيت على العصر تقريبا كانتش ليا نفس لاي حاجه بس لما طلعت من الحمام لقيتها في وشي كانت لابسه فستان قصير لونه فوشيا صيفي والمشط الالماس كان محطوط في شعرها اللي كانت لماعه على جنب وكانت قاعده على الكرسي فدخلت بصيت لها كده تقول لي مالك قلت لها مفيش وقعدت قلت انا هروح اعمل قهوه قالت لي القهوه اهي بصيت لقيت فعلا القهوه معموله بدات اشرب فيها وولعت سيجاره تقول لي انت مالك في ايه قلت لها مفيش قالت لي انا ظالمه صح قلت لها اه فضحكت قالت له ايه كمان قلت لها مستبده وقاسيه القلب قالت لي خلصت قلت لها اه خلصت قالت لي الشذر ووحش انت ما تعرفش عملوا ايه بس انا هقول لك وحش مجلس الجن كان ناوي يعدمها اصلا انا اللي خففت عنها بالسجن وكنت هايف وقت من الاوقات اطلعها فانصدمت قلت لها انا معرفش الموضوع ده قالت مش كل حاجه بتتقال شجر خلفت الاعراف واستعانت بصحراء ملعونين عندنا ومن مضارب تانية وبكده ده مخالف للاعراف غير انها كانت بتقلب الناس او الجن عليا وده غلط لما طلعت وحش قتلت واحد من كبار الجن وده ليه عشيرة وليه اهل وشذر نفس الشيء كانت هبتي بتضيع بسببهم والكل بيتحامى ان دول بنات عمومة لو ما عملتش كده كان الكل هيتقلب عليا وفي نفس الوقت ما كانوش هيسكتوا وكانوا هيستمروا في اللي بيعملوه غير ان هما الاتنين تحدوني وغير ان هما الاتنين عايزين يأذوك فكان لازم القصاص منهم فسكت قالت لي ارتحت فما ردتش قالت لي انا مش ظالمة بس العين بالعين انا بدي لكل واحد اللي يستحقه فسكت وحطيت في بالي ان دي صفات الملوك بتاعهم قالت لي اتمنى ان ما تكونش متضايق فقلت لها لا انا مش متضايق فضحكت قالت لي اكيد قلت لها اكيد بس انا بحب افهم زمان قلت لك ما تسالش عن كل حاجه ما تسالش عن الحاجه الا اللي تهمك وبس او اللي تحس انك تستفيد منها وقبل ما تسال فكر في السؤال يمكن تلاقي اجابته عندك فما تبقاش ضيعت وقت في انك تساله وتسال سؤال تاني غيره فبصت لها وضحكت قلت لها معاكي حق قالت تحب بقى تخرج قلت لها احب اخرج يلا لغاية هنا وخلصت الحلقة المرة دي اتمنى ان الرحلة تكون عجبتكم واشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله مع السلامة